في ناس بيبقى معاها شهادات تانية، يعني مثلا ايه، لو هو مثلا اخد سيسكو سيرتيفايد، ده دي شهادة في النتورك، او ريد هات سيرتيفايد، او حاجات كده، شهادات تانية يعني تكنيكال، فبتزودها في الايديوكيشن. ماشي، او ممكن تعمل لها يعني سيكشن منفصل وتقول other certification. لو في السي في بتاعتي انا اخده شويه شهادات في التدريس، فعامله لها سيكشن منفصل كاتباها teaching certification، منفصله عن السيكشن بتاع التعليم. خلاص، even if it is expired it will be good، يعني هو هياخد باله انها expired. يعني انا مثلا كان التوفل بتاعي وانا بقدم كان expired، فكتبته، وبعد كده لما المشرف قابلني مبدئيا اخدت توفل جديد عشان يبقى كويس، بس مبدئيا كنت بقدم هو اكسبايرد يعني، بس ما كانش اكسبايرد بكتير، كان بشهرين ثلاثة يعني. What about self study and online courses؟ مش معترف بيهم من غير الشهادة، مع يعني ما ينفعش يتكتبوا. لو اونلاين كورس ليه شهادة، في دلوقتي حاجات زي كورسيكا بتدي اونلاين كورس وبيديك شهاده، فلو ليه شهاده اكتبه، لكن ملوش شهاده وانت قريت كتاب مثلا في الماشين ليرنينج، طيب صوت هو يعرف منين يعني؟ بس ممكن بالنسبه لي مثلا هقول لكم على حاجه، غير السي في، فيك جواب اللي بتكتبه للستيتمنت اوف بيربس. الستيتمنت اوف بيربس دي ممكن نعمل عليها محاضره بعد كده، دي بتتكلم فيها عن حياتك بتفصيل، يعني تبقى مثلا زي صفحتين بقول فيها مثلا ايه، ان انا اشتغلت في الحاجه الفلانيه، وان انا مهتمه بالحاجه الفلانيه وكذا وكذا. فمثلا في الستيتمنت اوف بيربز بتاعتي كنت بقدم في جامعه، انا قريت كتاب للدكتور اللي كنت بقدم فيها، فكتبت في الستيتمنت اوف بيربز ان انا بقدم للدكتور ده عشان انا مهتمه بيه وقريت الكتاب بتاعه وقريت ابحاثه و و و الى اخره. ففي حاجات زي الاونلاين كورسز والسيلف ستادي دي ممكن تتكتب في الستيتمنت اوف بيربس، بس مش هتتكتب في السي في، لان السي في من الحاجات اللي معترف بيها.